انا مع هول النساء، وانا مع انه اليوم الامراه اللبنانيه تعطي جنسيتها الى اولادها. شو بدنا نقول للام اللبنانيه اللي مجوزه صار لها سنين واللي اولادها خلقوا بهالبلد وعاشوا بهالبلد وما حصلت على ما قدروا يحصلوا على جنسيه لبنانيه؟ ايقظ مرسوم التجنيس السري قضيه اعطاء المراه جنسيتها لاولادها في التصريحات الصحفيه، قضيه كثيرا ما سكت عنها المسؤولون علنا. على عينكم يا متظاهرين. سنوات والشارع يضج بالمطالبات، اليوم وفي وقت تنادي السلطة نفسها بحق المرأة في إعطاء الجنسية نلاحظ صمتا مستغربا في الشارع. عالم صايمة يعني ناطرين يخلص بس رمضان، بعد العيد رح نبلش بسلسلة تحركات تصل إلى يمكن الاعتصام المفتوح تنشوف حسب التجاوب. هاي شغلة اليوم تقدمنا نحن كجمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان اللي هي حملة جنسيتي كرامتي، تقدمنا بطلب لحتى نحصل على نسخة عن هذا المرسوم اللي عم بينحكى فيه، لأنه فخامة الرئيس طلب اللي عنده معلومات عن المجنسين يحكي. طب نحن إذا ما بنعرف أصلا مين إن اللي تجنسوا كيف بدنا نوصل المعلومات؟ من كل حبة بكنت عم نعمل فيه قبة. لا يا دولة الرئيسية العملية مش هيك، بس ما بيصير كمان تمرقوا كل شيء والواحد عم يتفرج على حقه. بهاليومين ثلاثة الجايين عم نحضر كتير اشياء بس عم ندرسها يعني قانونيا، مش عم بيقولوا المسؤولين انه المستحقين اخذوا الجنسية، نحن رح نتقدم هلا 5000 مستحق وما فوق، نحن رح نتقدم لهم بحملة جنسيتي كرامتي عبر المحامية بطلبات للحصول على الجنسية. حرام عم يستخدموا حقوق الأم اللبنانية حتى يمكن يخلصوا حسابات مع بعض، يعني في أشخاص ساكتين ما بدون يزعلوا حدا لأنه في بركة طلع وزير مثلا، وفي شخص تاني يمكن منشان هو بده يطلع وزير. مين ساكت اليوم؟ بصراحة في صمت ما بعرف غريب، يمكن من قبل المقاومة، من قبل حزب الله، في صمت غريب بهذا الموضوع، في كمان صمت من قبل رئيس بري. ظن المتظاهرون أن ما أعز من المواطنين إلا أولادهم، ولكن ربما هنالك من هم أعز على جيوب الدولة. غدي بموسى، قناة الجديد.